بدأ العد التنازلي لإنهاء الحوارات والخروج باتفاقات ووضع جدول لشغور المنصب وانتخاب رئيس للبرلمان العراقي. قرابة عام والخلافات تتسيد الموقف وتؤجل حسم المنصب ما بين المشهداني والعيساوي. أصوات قد ترجح كفة دون أخرى، فالأول هو الفائز بحسب المصادر المقربة، أما الثاني فهو المنافس الأبرز بحسب الأخبار الواردة. في الحالتين تصويت النواب هو من سيحسم الجدل داخل القبة التشريعية. إلا إذا عدنا إلى الوراء قليلاً وشهدنا فقرة العروض الحصرية، تنازل بمقابل، فمن سيقدم الفقرة؟ ومن سيكون ضيفها؟ ومن سيقبل بها أو يرفضها؟ أما موقف الجامعة العربية فإكرام الميت دفنه. لأكثر من عام جثث الضحايا في غزة تملأ الأركان والتهجير يجوب الشوارع، لا مكان للجرحى في المستشفيات، والعدوان امتد للضاحية الجنوبية لبيروت. أما الصمت يتسيد موقف الدول العربية، فصوت المصالح مع الكيان أعلى وأحق وأولى من الوقوف بوجه لغة الدمار. وما زاد طين الجبن بلة الأخبار المعلنة عن تواطؤ عربي لاغتيال السنوار، فعن أي خذلان نتحدث؟ فمن لا شرف له ولا ضمير له والخزي والعار لكل من باع غزة وبيروت من أجل التطبيق. ولا سلام عليكم ولا أنتم أهلا للعتاب. حياكم. ملفنا الأول راح يكون عن دعوة الإطار التنسيقي لحسم منصب رئاسة البرلمان وسط الحوارات السياسية المتواصلة لإنهاء هذا الاستحقاق. نتناقش بهذا الملف مع ضيوفنا الكرام السياسي المستقل أوراس المشهداني، على أن ينضم إلينا الأستاذ هاشم الكندي. حياك الله أستاذ. حياك الله، مساء الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بداية نبدي من هذا الجدل الكبير حول رئاسة البرلمان، وين وصلت لحد الآن؟ لأنه إحنا اليوم عندنا مصادر مقربة من المشهداني تؤكد وجود توافق، أما الجانب الآخر يقول أكو حديث عرض قدم الحلبوسي لسالم العيساوي، شنو معلومات؟ بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وقناتكم الكريمة وللمتابعين الأعزاء. يعني حقيقة هو هذا الملف حصل ما حصل عليه من جدل، من استهزاء حقيقة بالشعب العراقي بكل أطيافه بخصوص حسم منصب رئيس البرلمان. لكن ده نتفاجئ بين فترة أخرى قرارات الإطار التنسيقي المفاجئة هي بحد ذاتها، أنه لازم تحسمون الموضوع، لازم تتجهون باتجاه اختيار، لازم تجوننا بشخص واحد. يا أخي أنت ده تقول أنت مو طرف بالمشكلة، وهاي المشكلة سنية، وده تجي في فترات تحدد وتهدد أنه تحديد موعد لحسم منصب الرئيس. هسه المنصب الرئيس ما شاغر، أكو شيء اسمه محسن المندلاوي ده يديرها بصفة النائب الأول، وانتوا جبتوا لنا موضوع الاستحقاقات الطائفية والمكوناتية في إدارة المناصب اللي موجودة. زين، بس خليني ارجع الرئاسات الثلاثة. نعم، هو مو كان الموقف السني دائما يقولون روحوا اختاروا رئيس وزراء حسموا هذا الخلاف داخل الكتل الشيعية وتعالوا لنا بمرشح نصوت عليه لو ما نصوت؟ يعني ليش الان تعيب على الإطار التنسيقي وهذا يعني ما قام به السنة والأكثر؟ موضوع البيت السياسي الشيعي من يريدون يحسمون موضوع اختيار رئيس الوزراء خصوصا بالانتخابات الأخيرة. احنا شفنا المشكلة والكارثة اللي حصلت في بغداد وفي مشارف السلطة، منطقة السلطة اللي هي المنطقة الخضراء، صار دم. البيت السياسي السني ما عنده إمكانيات، ما عنده سياسيين مخضرمين، ما عنده سياسيين يجيدون لغة صناعة الأزمة وحلها. ليش؟ لأن احنا عندنا كلهم كتاكيت بالعملية السياسية، يبحثون عن المنصب وعن الإدارة
وعن النفوذ من أجل الوصول إلى الاستحقاقات اللي يجيرها باتجاه جمهوره حتى يحافظ على جمهور انتخابي. ماكو قضية سنية احنا عندنا داخل البيت السياسي السني. لذلك المشكلة اللي عندنا رئاسة البرلمان؟ لا خلي أجيك بيها. الموضوع رئاسة البرلمان اكو حياكة تصير من الإطار التنسيقي تحديدا، مو البيت السياسي الشيعي. البيت السياسي الشيعي احنا شركاء في بلد واحد دم واحد، وما نرتضي انه اي شخص يجي يصدر مفهوم انه السنه والشيعه. لا، انا اقول البيت السياسي السني والشيعي، اتهم النظام السياسي. فالاطار التنسيقي عنده امكانيه الحياكه، يعني عرف شلون يحوك المشكله، خلاها براس السنه، جدل بيناتهم، وبالاخير السنه صارت مهاترات، وداخل البرلمان شراء ذمم، وتاهوا بالتشيك ماتش مالته 150 الف دولار باختيار المنصب بالجوله الاولى والثانيه او بالاختيار الاول والثاني. واليوم بدنا نشوف انه المشكله ده تجي ترجع براس السنه. انا ما عندي كتل عدديه عندها الامكانيه انه تمرر قانون مو تختار رئيس، روح امشي انت باختيار الرئيس. بس هسه التشقيد كل اللي يعني سياسيين بالمكون السني كتاكيد، معقوله اليوم ماكو سياسي سني مخضرم قادر على حل هذه الازمه؟ الخط الاول بالبيت السياسي السني كانوا اسماء معروفه، عدنان الدليمي الله يرحمه، طارق الهاشمي، رافع العيساوي، صالح المطلق، محمود المشهداني، اياد الجنابي، وغيرهم من الاسماء المهمه والمعروفه اللي يقدرون يعرفون سياسه المالكي، سياسه هادي العامري، سياسه عمار الحكيم، سياسه سيد مقتدى، سياسه الاخرين اللي موجودين امامهم في البيت السياسي الشيعي. اليوم احنا هذا جيل راح. محمود المشهداني عايش ودينافس يا استاذ. انطيني محمود المشهداني، محمود المشهداني خليه يقعد بمضيفه ويقول انا ذولا النواب مال كتله مالتي. ما عنده كتله ولا عنده نواب يتبعونه. لعد منو يدعمه؟ اكو المالكي. هسه نحكي الصدق؟ اي لو تريدين يعني تريدين اقول افخم لك موقف السنه؟ لا، ما عندنا قرار. محمود المشهداني اتى بدعم السيد نور المالكي. زين، يعني والسيد نور المالكي يتحكم في قرارات البيت السياسي السني بطريقة يعني مو طريقة الاستحواذ والسيطرة على المنصب، لا، بطريقة سياسية ذكية. هسه عجز البيت السني سياسيا على الاتفاق ويقدمون مرشح وننهي هذه الخلافات البيت السني. يا أستاذ أوراس، وصلت للتاهوات، وصلت للفلوس، وصلت للشدات، هذه مشكلة سنية لو مشكلة شيعية؟ المشكلة أنا دا أقول لك إحنا ما شاء الله عندنا بس بعض السياسيين صخيين بالرشوة بالبيت السياسي السني. أنا يعني مدى يعني ولا صدقين إنه أنا راح أخلي فد معلومة بحنجرتي ما ألقيها ولا أقولها. سمي لي إياهم وخلاص. لا، الكتل المتقدمة والمسيطرة على الوضع واللي هي عندها سيطرة على محافظاتها تريد تكمل نفوذها وتريد تطوق محافظاتها بصبات بشرية كونكريتية حتى تمنع دخول المنافسين. أنا من تقولين محمود المشهداني، محمود المشهداني ما عنده كتلة، ومحمود المشهداني لا هو هسه تعاي خميس الخنجر مو كان ويا محمود المشهداني تركه، عزم مثنى سامر الرأي مو كان ويا محمود المشهداني تركه، محمد الحلبوسي هسه بالجديد اتجه باتجاه اختيار محمود المشهداني. ليش؟ لأن يقول لك أنا المتهم سنيا، محمد الحلبوسي هم حقه، أنا سنيا أنا المتهم إنه دا عرقل هذا المنصب. فيا أخوي محمود المشهداني مفروض مين؟ مفروض من السيد نور المالكي او تم اقتراحه من السيد نور المالكي. والسيد نور المالكي ارحب قراره يمشي زين برئيس مؤسسه النبأ للتحليل السياسي الاستاذ هاشم الكندي. حياك الله استاذ هاشم. حياكم الله، مساكم الله بالخير استاذ هاشم. السيد اوراس قال انه الاطار ما له علاقه يتدخل في موضوع وقضيه البيت السني، والاطار وضع عراقيل حاك الموضوع بطريقه جيده حتى يخليها براس الكتل السنيه وخلى المشكله داخلهم. اليوم من حق الاطار ان يحدد موعد، ودستوريا اليوم المنصب ما بي شغور، المنصب اليوم من قبل السيد المندلاوي موجود، فلماذا يضع الاطار عراقيل امام المكون السني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لكم سيده فرح، الى ضيفكم الكريم والى مشاهديكم. السؤال طويل وبه فرشه كبيره. هذا كان ملخص لما تفضل به أستاذ أوراس. أنا أقول أولا نعم الإطار ليس له دخل في اختيار رئيس البرلمان. هو الإطار عنده قرار ومتبنى بأن اختيار رئيس البرلمان هو من حق الأخوة السنة وعلى أن يتفقوا بمرشح واحد. عندما لا يتفقون على مرشح واحد في هذه الحالة يحضر أكثر من مرشح، فالإطار لا يمكن أن يتبنى موقفا مع أي طرف من هذه الأطراف المرشحة
وبهذا حتى لا يقال بأنه هو الذي جاء به كما يطرح الآن، ولهذا هو أعطى الحرية للنواب بأن يختاروا حتى يكون لهذا الأمر مصداقية الذي أطرحه. عندما اتفق الأخوة السنة بعد استقالة الحلبوسي قبيل تشكيل الحكومة، تم اختيار رئيس البرلمان اللي هو الحلبوسي بذاته الذي اتفق عليه السنة خلال 3 دقائق فقط. لكن عندما اختلفت القوى السنية بعد إبعاد طرد سميه ما شئتي الحلبوسي الإبعاد القانوني، كان من الطبيعي أنه تعطى الفرصة إلى الأخوة السنة أنه اتفقوا احسموا هذا الأمر، لكن حضرت المصالح والتطلعات والطموحات عند الفريق الآخر الذي هو كان حليفا للحلبوسي اللي هو الخنجر بحضور مرشح، وهذا الأمر عقد الأمر. وأيضا كان هنالك مرشحون آخرون بطموحات، ومنهم السيد المشهداني الذي عندما كان الأمر بأكثر من مرشح قيل بأن نواب دولة القانون قد صوتوا له باعتبار هذه كانت حرية الخيار، الكل يذهب إلى من يريده. لم يحسم الأمر وتطور الأمر وتحولت بعد ذلك إلى أنه اتهامات بأن المندلاوي يسعى إلى بقاء بفترة أطول أو أنه الإطار لا يريد اختيار. هذا الأمر تطلب أن يكون هنالك إعلان من المندلاوي الذي أدار البرلمان، وهذا لابد أن تذكر، بطريقة رائعة جدا ومسؤولة وخالية من المصالح الخاصة على مستوى قرار القوانين، على مستوى التفاعلية البرلمان، وأيضا من الإطار الذي قال لابد، أعطاه مهلة أسبوع ثم أسبوعين وللأخوة، والآن بالاجتماع الأخير يوم السبت الدعوة إلى حسم هذا الأمر، لأن الأمر فيه تعطيل. البعض شنو نوع التعطيل والمن هذا التعطيل؟ قانونيا البرلمان ماشي بعمله، وين المشكلة؟ لا أولا نتحدث عن منصب أول لمكون جيد زي. تعرفون بأن ربما الاجتماعات الرئاسات يعني القضاء ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان تعطلت إلى أكثر من سنة لغياب رئيس برلمان يمثل السنة، والدعوة للأخوة السنة أن يتفقوا بأن يقتنعوا ويتفقوا على أي مرشح الاعتبار هذا مكون وهذا التمثيل له والمنصب الأول. لكن لا زالت المصالح والدفوعات هي التي تحكم الموقف في المشهد السني، وأيضا الخيارات على اعتبار أكو أطراف اليوم تذهب إلى أنه أن يكون الخيار منها أو من خلالها. بس لابد أكو تسريبات، اليوم الإطار قريب من السيد العيساوي لو من المشهداني؟ ليس قريب لا من العيساوي ولا من المشهداني، لأن ليس هنالك موقف واحد للإطار. لو اتفق السنة لكان لزاما على الإطار أن يكون بموقف واحد. الآن الحرية للكتل بل الحرية للنواب، بعض النواب يجيهم توجيه وكذا الذي حصل بقناعاتك أي تختار. وأيضا كان هنالك إشكالية تعرفين باختيار الشيخ كريم شعلان الكريم. شعلان الكريم الطرف الآخر هو الذي سرب معلومة الدولة الكريم بعثي وخرجت وألغى التصويت جملة وتفصيل، وليس هذا فقط، سبب إحراجا لنواب الإطار. وبالتالي اليوم حتى يحسم حتى ترفع كل هذه الإشكالية إذن المشكلة حتى ترفع عفوا حتى ترفع كل نيات الإطار سليمة غير سليمة متدخل معطل أو غير متعطل ليتفق الإخوة السنة فيما بينهم. إذن سيد أوراس اتفقوا وافرضوا مرشحكم على الجميع وافرضوا الرأي على الإطار وعلى كل المكونات السياسية، وهذا منصبكم كاستحقاق سني، هذا منصب السنة. أنا بس أريد أسأل، هي عملية مو ديمقراطية مثل ما تدعيها الكتل السياسية؟ زين احنا بالعملية الديمقراطية ذكر فإن فعت الذكرى باختيار منصب رئيس البرلمان بعد انتخابات 2021 اجى السيد المشهداني مدعوم من كتلة الإطار التنسيق ونوابها، والسيد محمد الحلبوسي مدعوم من التيار الصدري. عندما دخلوا إلى البرلمان احنا شفنا اللابسين جفانة، واللي دخلوا أخذوا السيد الأيمن من
مقاعد البرلمان، واللي أخذوا السيد الأيسر اللي هو السيد محمود المشداني وكتلة عزم اللي يقودها مثنى عبد الصمد والإطار التنسيقي. من بدت المنافسة احنا عندنا اختيار اثنين، أسماء اثنين، خلوا الصبورة خلوا الأوراق اختاروا. محمود المشداني ادعى انه داخ أوراق يغمى عليه وصعدوا النواب وصار مدافع وجاع كسب يعني بقصته والرجال. اسمعيني مولادي اجيش عندي عملية ديمقراطية يعني هي وداخل الرجال ووقع راح نقلوه للمستشفى. مشت الجلسة ولا من مشت الجلسة مشت على أساس شنو؟ على أساس أنه يتم اختيار رئيس برلمان في نفس هذا اليوم. تم اختيار محمد الحلبوسي وتم تمرير الجلسة بالأغلبية العددية مو السنية. احنا الخلاف السني صنع محمود المشداني ما صنع. المهم مشت الجلسة باختيار محمد الحلبوسي رئيس للبرلمان. اليوم احنا جينا انطينا اثنين من ويلادنا، انطينا منكر ونكير منهم، انطينا الزين والشيين، انطينا الجنة والنار. خوش. الواجب على الكتل الأخرى كرديا وشيعيا والسنة اللي ما راضين يعني يشاركون انه يصوتون للي يشوفونه ملائم. وصل الموضوع الى سالم العيساوي ومحمود المشهداني. جيد. السيد محسن المندلاوي هو ما بيقصر لكن قصر بالجلسة الأخيرة عد ما نسف الجلسة بسبب ضرب باور. احنا بالجلسة الأولى عدنا باختيار المنصب محمود المشهداني عد ما انضرب على رأسه والدولة بن سينا يعني نائب طلع مغمى عليه. انت باور انفشخ تروح بضماداتك بداخل البرلمان نفسه وتمشي الجلسة. لكن الموضوع كان مبين واضح المن ماشي والنسفة الجلسة. احنا ما نريد نتهم، ما نريد نقول ادارة مو ادارة، لكن احنا بالكتل السياسية بسنتها وشيعتها تحتاج الى رعاية صحية وهاي حقيقة. يعني ليش؟ لان انا اليوم من اتحدث بمكون سني المفروض اذا اريد احكي بطائفية سياسية اروح افضل مصلحة المكون السني واقعد يم الشركاء. يا بيا شركانا احنا شركاء، لا شركاء لا شريك لهم. يا بيا شركاء السلام عليكم، هاي الطاولة، هاي مطالبنا، هاي شروطنا، وهذول اللي صوتنا عليهم. انا ما جايك بخمسة، جايك باثنين. هسه انت حضرتك قلت الجنة والنار، قلت الظلام والنور. من الظلام والنور؟ السيد العيساوي لو المشهداني؟ انا ما اقول السيد العيساوي ولا اقول محمود المشهداني. هسه انتوا اقرب للموقف السني منه اليوم. انت سياسي مستقل، ايهما اقرب؟ هذا راح اقول لك، يعني هذا منصب شعب مو منصب سنة ولا منصب ابو احد. هذا منصب شعب، منصب استحقاقات، منصب تمرير قوانين. وانا قلت لك ان المنصب ما شاغل. لو كان ما تتفضل بيبقى السيد المندلاوي يدير الامور بطريقه جيده. انا هسه هي هاي الحق. ليش السنه يردون اليوم هي هاي اللي يريد؟ ها اكو قوانين زين لازم تتمرر في مجلس النواب بالفتره الجايه قبل الانتخابات، ما لازم يتبناها شخصيه شيعيه داخل رئاسه المجلس. ليش؟ لازم يكون الشخص السني الضامن حتى لا تكون اكو عشوائي. شنو هاي القوانين؟ اولا حتى لا تكون اكو تهمه على البيت السياسي الشيعي، يقول لك انه تفردوا بالقوانين، تفردوا بالقرارات، رئاس الوزراء المال والاصلاح عندهم، التشريع عندهم. قوانين من ضمنها الانتخابات، من ضمنها المفوضيه العليا المستقله للانتخابات، من ضمنها النتائج اللي راح تصير. هسه راح نشوف بعد انتخابات اربيل اقليم كردستان، راح نشوف المشاكل اللي داخل مجلس النواب العرب. وقانون العفو، لأن هو الدق احنا قانون العفو. شوفي. احنا قانون العفو، قانون العفو هو اهزوجه وأكذوبة وهمية تستخدمها الكتل السنية بعضها، يقترحوها على شعوبهم وعلى مناطقهم ويضحكون بها على ناخبيهم من أجل أن يستعرضون ويكشخون بها قدامهم فقط. وإلا أنا قانون عفو، قانون عفو شنو قبال الاختيار منصب رئيس الوزراء؟ يا با أريد نختار هسه على سياسة الكتل السنية رئيس البرلمان. لا رئيس الوزراء بالبداية، يعني من صار الاتفاق على تمرير منصب رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني وصارت مشاكل، اجت السنه يقول لك احنا لنا قرار، بالتالي اخواننا الشيعه يريدوننا نصوت. فعمي انا قبل لا اصوت بنفس الجلسه خلينا نصوت على قانون العفو، نسوي مبادره وطنيه وراها نصوت على اختيار منصب رئيس الوزراء السيد محمد الشيعي السوداني. انت تفضلت بها هزوجه كذابه لحين. فهاي الكذبه على الشعب السني انه يستوعبها ويعي حجم الضرر اللي ديجي من يدعون انهم ممثليهم، وعلى البيت السياسي الشيعي انه ياخذنا بعين اخويه وبعين احنا ابناء شعب واحد. والمظلومين اللي موجودين بالسجون، انا ما دا اقول لك المظلومين كلهم، دا اقول لك المتلطخه ايديهم وعليهم مدعي بالحق الخاص ياخذ روح عدمه. بس انا عند اللي انتزعت اعترافات منهم بالكرا. هسه فيديو اجاني واحد بغرفه التحقيق يحقق ويا شخص معلقه هسه قاني وجاي للقاء
ده يحقق وياه معلقه وينتلبي. يعني هسه انا ما اقول انا والله اقول انا شيخ الارهابيين اذا هيك هيك وسائل التعليم مكون سني ما مهتم الاولاده بالسنه كما تتفضل ست. اليوم الطالب الكتل الشيعي ان يعني يكونون ينظرون البيت السياسي الشيعي خوية. احنا هم اكو معتقلين بالبيت السياسي الشيعي واكو بهذا قانون العفو العام الاكذوب القانون العفو العام زي. موجوده حريتهم بهذا القانون عد ما يتمرر تتمرر يطلعون لكن احنا عندنا اصول في تحرير الابرياء الابرياء بس لي يجينا شكم واحد يقمز بالفقرات انه ماكو ابرياء كلهم ارهابيين اخي اذا 80 او 90 او 70 الف واحد كلهم ارهابيين ماكو عراق زي. اذا احنا ب 200 واحد تحولت البدله الى دشداشه استاذ هاشم في حال الاتفاق على منصب رئاسة البرلمان أكو تغيير بالوزارات هل من الممكن أن السيد السوداني يقبل بهذا الموضوع؟ هذا جزء من الصفقات ضمن التوافق السياسي هذا الأمر قائم هذه عروض سياسية هذا الأمر قائم أنه يعوض الطرف الذي سيتنازل اليوم واضحة المؤثرين في مسألة الاختيار فريقين فريق الحلبوسي وفريق الخنجر الخنجر الذي وجد بأن الطموح السياسي المطمع القيادي يريد أن يوصل هذا المنصب الأول إلى حزبه إلى تجمعه والجميع يعرف بأن رئيس البرلمان هو يمثل الرمزية للمنصب الأول عند السنة الحلبوسي في خيار أنه يريد أن يوصل شخص وليس شخص يريد أن يوصل رئيس برلمان يكون بأداء موجه من الحلبوسي ولهذا هو أيضا بحسابات دقيقة رفض أن يكون المرشح من الرمادي لأن وجود رئيس برلمان سأكون معلومات تقول أنه السيد الحلبوسي دز على السيد سالم العيساوي أو دز لرسائل مباشرة أو غير مباشرة عرض عليه وزارة الثقافة مقابل التنازل هذا من ضمن هذا في حال تنازل العيساوي حتى يبقى مرشحا واحدا اللي هو مرشح الحلبوسي الآن المدعوم أخيرا وهو المشهداني ننطيك وزارة ونسحب وهي الوزارة منه من الوزارات المحسوبة على الحلبوسي يستقيل الوزير ويرشحون الأخوة المشهداني مدعوم من السيد الحلبوسي الآن أصبح خيار الحلبوسي لأنه يريد شخصا ذهب إلى خيارات عدة ومن ضمن خياراته كان أنه يبقى هذا المنصب بلا رئيس إلا وأن يكون من يرضى عليه الحلبوسي أتكلم بدقة وبوضوح كامل ولهذا كل المشكلة سيدتي حتى اختصرها كل المشكلة للأسف بعض الإخوان لا يقبلون أن يعترفوا بالحقيقة كل المشكلة هو الخلاف السني والمطامع السنية لو اتفق السنة لا يبقوا عذراً مبررا دوافع نزعات مطامع لأي طرف من مصلحة الإطار التنسيقي أن يبقى السيد المندلاوي ويستمر الخلاف السني ليش أكل يوم وساطات في حال حالة الأزمة ليش لماذا هكذا يتهم الإطار التنسيقي سيدتي المندلاوي شنو مصلحة الإطار ببقاء شنو مضيرة قوانين من مصلحة الإطار مثلا لا. ثانيا المندلاوي كردي ليش تحسب المندلاوي شيعي؟ نفسه شيعي السابق لا لا عزيزتي لا الآن ماكو عمل بالأنفاس الآن هاي جزء من الاتهامات للمكون الأكبر زين تعرفين هذا جزء من الخطاب في الانتخابات انتخابات مجالس المحافظات عاد الخطاب الطائفي متبنى من قبل الأطراف ولهذا الآن عندما يذكر المندلاوي كونه شيعي هو لي هذا الأمر متى عندك شاخوان السيد شاخوان والسيد المندلاوي نفس النفس نفس الموقف خلينا نكون واقعيين الأداء دعيني أقول لك شيء زين الأداء للمندلاوي بموضوعية وبتجرد الرجل عمل للمصلحة العامة وللشعب العراقي وللبرلمان العراقي كل الفترة الماضية هاي بتجرد نعم إذا هذا بالأرقام بعدد القوانين بالمناقشات بتجرد بعيد عن العواطف وعن الدين وعن العقيدة لو كان له أنفاس خاصة مع الإطار أو مع غير الإطار كان بإمكان المندلاوي بإجراءات معينة أن يمضي بترشيح أحد الطرفين ويمضي به
بالضغوطات أو بترتيبات. أستاذ أوراس، إذا السيد المندلاوي لا نفس طائفي، دا يشتغل الرجل بمهنية، شنو اعترافكم عليه؟ هسه بغض النظر حتى هو مو شيعي، هو كردي. لا، هو ماكو شيء اسمه نائب الرئيس سني ونائب الأول كردي والنائب الثاني كردي. قلت لك أكو مقص خياط بالعملية السياسية، الكتل السياسية تفصل باللي تريده. محمد الحلبوسي محسوب على السنة، محسن المندلاوي محسوب على الشيعة، شاخوان محسوب على الأكراد. زين، من موضوع التمييز بالقوانين، يعني هسه احنا قعدنا في مجال السنة ويا عشائر ويا أكاديميين وقعد نقعد بمناطق نسولف، احنا حتى صارت ويا العوائل نسولف سياسة. يقول لك انه احنا يعني صار تمييز بالقوانين، اكو قوانين تتمرر، ليش القوانين تتمرر غصبا عن السنة؟ وليش القوانين اللي ما يريدوها كسر إرادات أستاذ لا تسمح لي، وليش القوانين اللي تخدم السنة مثل قانون العفو ما يتمرر أستاذنا؟ ما هي القوانين التي لطفاً ما هي القوانين التي مضرة ضد مصلحة السنة؟ مو ضد قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي مثلاً؟ لا، هذين القوانين المفروض ما تتمرر الذي اعترضت عليه أمريكا مثلاً؟ أستاذ هاشم إذا تسمح لي، هذين القوانين المفروض ما تتمرر بمجلس النواب. ليش؟ لأن احنا ببيئتنا وبمجتمعنا إذا نريد ندخل بالشرع وبالدين، هاي القوانين هاي الأمور اللي مارسها يقتل بلا بلاك على راسه. وليش متعممها بشكل رسمي بالحكومة العراقية بالحكومة بقبتك التشريعية؟ أكو شيء احنا ننزل إلى مستوى أدنى مستوى بالسياسة ونروح نمرر بمجلس النواب، هذا ما يعني منصب بي أمور زيادة أدنى مستوى. هسه مثلا قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، هذا قانون هذا قانون مو ابن امه وابوه ذا يطلع واحد من كل المكونات يقول انا مخالف هذا، وايضا كان موجود هذا قانون يا قانون مرر احنا وياه يا قانون مرروه الشيعه ازعج السنه او كان كسر اراده للسنه. خلينا انا ما اقول الشيعه والسنه، انا دا اقول انه اكو مثلا عندنا احنا اكو مخالفات دستوريه، الكتل السياسيه ضربه الدستور عرض الحائط، ومخالفات مجلس النواب من دا يشخصها ومن دا يطلع نائب يتحدث بها ثانية لو يتهدد لو يلمبوزه ويسكت. خلي أسألك خلي بصراحة، أنت بداية الحلقة قلت السياسيين السنة كتأكيد، اليوم ترهم أجيب كتكوت بالعملية السياسية يقود بلد؟ ست، التجارة والسياسة، التجارة شيء والسياسة شيء آخر. هسه الأستاذ هاشم ذكر موضوع الخنجر الانتخابات الجاية ما راح يشارك، لأن بعد اختيار منصب رئيس البرلمان راح تجي وحدة محيوكة ومرتبة وراح يغادر، لو يغادر العراق لو يلحق لو ما يلحق، هاي خذيها مني. من تيجي؟ من السنة، من الشيعة، من عراقيين، من خارج العراق. هاي انت اذا تقول تحيكوه هذا اتهام مبطن للقضاء العراقي، انه كل ما احنا نحكي على فشي لعد منو يحيك الله يخليك. هاي ده اقول راح تجي السيد الحلبوسي مرتشي ما يشارك. ليش ما يشارك؟ لا ترى غير تطلع له فضيحة. فضيحة شنو؟ من يحك لها الفضيحة؟ هاي الفضيحة من ايده. لو انت تشكك بهاي النقطة. انا مو اشكك، يعني اكو شيء، يعني هسه انت عندك معلومة. زين انت من قلت القضاء العراقي ما ذكرت القضاء. القضاء ده اقول لعد منو يحيك؟ القضاء من اجى القضاء وقال محمد الحلبوسي غادر المنصب. مو السنة قالوا هاي حكوها على السيد الحلبوسي؟ لا ما قلنا حق. انا من الناس هنا قاعد انت مو انت قلت هواي من السنة، راي العام قال انا دا احكي. انا السنة بغداد. زين انا اعرف المطابخ السياسية بهذا العمر، انا جوز هم كتكوت مثلهم. زين بس بهذا العمر اعرف المطابخ السياسية ايش تطبخ، بدها تطبخ طبخات ما بيها نكهة. اسمحي لي. زين تمييز القوانين موجود، لكن احنا نطلب نقول يا اخوان يعني البلد يحتاج اسعاف. اليوم بالبلد شفتوا هسه بقضية اسرائيل وبقضية نتنياهو صار بداخل العراق اتهامات، اكو بالنظام السياسي من يتبعون نتنياهو، اكو من يضدونه، وشفنا شعارات طائفية يعني الى مستوى النخاسة. ها صدق لو كذا؟ والله دام شخصيهم، واحنا عندنا قانون تجريم مع التطبيع مع اسرائيل، وانت مشخصهم عفوا ايش تنتظر؟ زين هم ما طبق قرارك وقانونك. انا دا اقول انه الكتل السياسيه ما تعمل بنظام الشعب الواحد، خلينا نتفق عليها واحده واحده. زين اثنين، من ذكرت موضوع السنه كتاكيت، لان احنا عندنا تجار سياسيين لا يفقهون شيء باغلب ما يحاق داخل العمليه السياسيه. ثلاثه، من قلت اللي موجودين داخل البيت السياسي الشيعي أكثر خبرة وأكثر حنكة سياسية، أنا قاصدها مو أقصد فقط المؤامرة وبالسياسة، هو شرع، هو شيء يعني عادي أن اللي يصنع الأزمة وبيده حلها، فهاي همسي أنا حسن إله حتى يحافظ على استحقاقات مكونة. زين أستاذ هاشم النقطة الأخيرة. زين
النقطة الأخيرة، إحنا من نقول الإطار التنسيقي نتهمه، أنا أرد أتهمه هسه أستاذ هاشم، أنا ما جاي أتعارك أستاذ هاشم حتى نسوي شو بالحلقة، لا أنا دا أتهمه دا أقول يا أخوان إحنا من الجلسة الأولى المنصب يحسم وجاينك باثنين وإحنا مو كنت عددين قبل ما يخلص الوقت. نعم. اليوم المطبخ السياسي السني بأي نكهة يطبخ؟ بنكهة داخلية لو خارجي؟ أي نفس يطبخ المطبخ السياسي؟ لا بنكهة المصالح الحزبية الداخلية، الداخلية شخصية وحزبية، وهي موجودة عند كل المكونات ما شاء الله موجودة، لكن هذا الأمر للأسف الأخوة لا يعترفون به. زين والنفس الخارجي؟ النفس الخارجي الآن تراجع على اعتبار الخارج أي الذي يأتي ممكن تنسيق معه أو حتى التواصل معه، وهم بالمناسبة عندهم تواصل مع الجميع، يعني النفس الخارجي من إجا أردوغان وقعد واجتمع بالجميع ما استثنى أحد، فبالتالي هو مرتب مع الجميع، وأيضا قبل ذلك بعقد التحالف ما بين السيدين الخنجر والحلبوسي أيضا كان بشكل علني أردوغان وهاغان، هذا الأمر ليس مخفي، لكن الآن المصالح الشخصية برزت حتى عن مصالح المكون، ليس من المصلحة اتهام الآخرين بهذا الأمر ودفع الآخرين اضطرارا أن يحددوا مواعيد وأنه اذهبوا. نتحدث عن أمر قانوني ودستوري، الجلسة الأولى ليس مصاد بها اختيار أحد، لأن اثنين مرشحين لم يصل أحد منهما إلى العتبة جداً القانونية. جدا وضحت الفكرة، شكرا جزيلا رئيس مؤسسة النبأ للتحليل السياسي الأستاذ هاشم الكندي، حياك الله نورتنا في حصاد اليوم السياسي. دعيني أقول أمي لإخوان القوى السنية النواب أن يتفقوا على مرشح واحد لمصلحة أهلهم وهم بالغون وفاعلون وليس كتاكيد، لا تتفق ان شاء الله تتحقق ان شاء الله تتحقق ان شاء الله. أوراس المشداني شكرا جزيلا وشكرا لكما على كل ما تفضلتما به. ختام ملفنا الاول بابرز ما جاء في منصه اكس حول زياره رئيس مجلس النواب الانابه محسن المندلاوي الى بيروت لنتابع. ملفنا الثاني راح يكون عن الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية بشأن جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، نناقش هذا الملف مع ضيوفنا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية الدكتور مصطفى البهادلي، حياك الله دكتور. الله حيك. أهلا وسهلا حياك الله. كما أرحب برئيس رابطة المحللين السياسيين الأستاذ هادي جلو مرعي، حياك الله. أهلا ست فرح. أهلا وسهلا. أبدأ معك دكتور مصطفى، ماذا قدمت الجامعة العربية خلال أزمة بيروت ولبنان؟ قدمت العجز، قدمت الضعف، قدمت الهوان، قدمت الإذلال يعني الإذلال الرسمي للمنظومة الرسمية العربية. نعم. قدمت الخذلان، قدمت الجبن، قدمت التخاذل، قدمت الجامعة. ليش بعدها باقية؟ ليش لازلنا لأن نقول الجامعة العربية؟ لأنه بقاها مطلوب غربيا ومطلوب من دول التطبيع والدول اللي يعني رايدة لهذا الوضع أن يستمر، وهم كثر يعني
يعني إذا استثنينا العراق مثلا، إذا استثنينا سوريا إلى حد ما، الجزائر، ف يعني أكثر من 75% من الدول العربية هي مطبعة، هي مطبعة. فبالتالي هذا الضعف سيدتي مطلوب عربيا ومطلوب إقليميا ومطلوب يعني دوليا، مطلوب أمريكيا غربيا مطلوب. نقدر نتحدث عن شيء بعد اسم العروبة لو انتهت؟ لا، هاي العروبة قصة أخرى. العروبة موضوع يعني باقي، يعني ما لها علاقة بال مو صدعتنا بالجامعة العربية. وينها؟ هو احنا قلنا، شوفوا باوعي، الجامعة العربية منظمة شعارات، منظمة أريد لها أن تكون تعمل يعني بدعم الكيان الإسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر. طبعا جامعة تدعم طبعًا الكيان طبعًا بشكل طبعًا مباشر أو غير مباشر. طبعا أنت اليوم لما في هذا الظرف يعني اللي هي معركة الحق والباطل، ماكو بها شيء اسمه حياد. وهي ترى القضية الفلسطينية مو قضية إيرانية. ليش أصبح القضية الإيرانية؟ القضية الفلسطينية قضية عربية، وبعدين قضية إسلامية، وبعدين قضية إنسانية. أنا هيك أفكر، مو صحيح؟ فاللي تخلى عن القضية الفلسطينية منه؟ الأنظمة العربية. الأنظمة العربية الرسمية هي أول من تخلت، وطبعا قائدة هذا الـ يعني شو سمينه، قائدة هذا التيار هي المملكة العربية السعودية ومصر والأردن. فهم اللي أسسوا لهذا الوضع. وإلا جامعة الدول العربية تمتلك الجيوش وتمتلك أنظمتها السياسية، مو صحيح؟ تمتلك الطائرات وتمتلك الأموال وتمتلك الاقتصاد وتمتلك الإعلام وتمتلك إلا شيء ما تمتلكه، اللي هي إرادة القرار السياسي بأن تكون فعلا ناجزة. يعني إحنا حديثنا عن قضية فلسطينية، يعني أنا هيك افتهمت موضوع الحلقة. لا، دور الجامعة العربية، دور الجامعة العربية بيمن بالاحتلال، بالاحتلال الأمريكي للعراق، لو مثلا خذلانها للقضية الفلسطينية، لو دعمها للنظام الصدامي الإرهابي في حربه ضد إيران، واللي القرار 908 مجلس الأمن في 1988، احنا كنا شهود على العصر، انه قال البادئ بالحرب هو العراق. على فكرة يعني احنا اكاديميين. فشوفوا هاي جامعة الدول العربية، هذه استاذ هادي، جلسات، اجتماعات، بلاغات، بيانات فارغة لا تمت للحقيقة بأي صلة. انت شنو رأي حضرتك بالجامعة العربية؟ يعني ربما لا أخالف الدكتور مصطفى كثيرا في عجز الجامعة العربية، ولكن أنا أعتقد أنه العجز هو كوني، هو ليس مرتبطا بالمنظومة العربية، مرتبط الآن بمنظومة القيم الإنسانية والأخلاقية التي تهاوت تحت جزمة نتنياهو واليمين المتطرف في الكيان الصهيوني. مجلس الأمن عاجز، الأمم المتحدة عاجز، المنظمات الفرعية كاليونسكو، اليونسيف، المنظمات المرتبطة بالثقافة والإعلام والسياسة والاقتصاد، المؤسسات النقدية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كلها عاجزة، لأن إسرائيل فوق القانون، وإسرائيل فوق الإنسانية، وإسرائيل فوق كل شيء منذ أن بدأت عام 48 وسيطرت وتمكنت وهيمنت. وبالتالي عندما نلوم الجامعة العربية فإننا لا نلوم الجامعة العربية لوحدها، وإنما نلوم مجموعة المنظمات الدولية كما قلت. وبالتالي الجامعة العربية ليست فردا في ذلك، هي جزء من هذه المنظومة العالمية المنهارة والمتهاوية والضعيفة. أكو مصادر تقول أنه بعض الدول العربية ساهمت في اغتيال الشهيد السنوار. هذا موضوع آخر، لأنه يحيى السنوار، وليس مو فقط يحيى السنوار، التعاون بين أجهزة المخابرات العربية و والموساد والمخابرات البريطانية والمخابرات الأوروبية عموما، فرنسا، إيطاليا، وحتى بريطانيا وأمريكا، قائم. وأنا أعتقد وأقول لك بصراحة أنه كل قادة حماس أغتيلوا بتعاون من بعض المخابرات العربية والأوروبية، والسيد حسن نصر الله أغتيل بتعاون من المخابرات العربية والأوروبية. فقط حماس وباقي الجبهات، كل الجبهات، وتعاون في موضوع اليمن، تعاون في موضوع العراق، في موضوع سوريا، في موضوع هذا المحور خلص. يعني ربما يؤدي بي إلى عنوان أن أقول نهاية أمة العرب في بالمفهوم التقليدي لأمة العرب، ليس ككيان بشري تجمعهم لغة واحدة وثقافة واحدة، وإن كانت هذه الثقافة تشظت إلى لهجات وإلى ثقافات وإلى أشكال من الحياة والتعبير
عن هذه الحياة وعن الرؤى وعن التصورات للحياة والقيم الاجتماعية والتربوية تشظت أمة العرب. لكن كجامعة عربية هي موجودة كمؤسسة ترعى مصالح الدول العربية، العلاقات البينية التجارية، ربما تؤهل بعض الدول لتعود. العراق كان محاصر. الجامعة العربية تريد أن تصفر القضية الفلسطينية، تمحيها. تصفير القضية الفلسطينية قرار كوني وليس قرار عربي. أنا دحكي الجامعة، دور الجامعة العربية الجامعة، هي تريد توصل لهذه المرحلة. الجامعة العربية تمثل مجموعة دول عربية، هذه الدول العربية مرتبطة بتحالفات مع دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تريد تصفية القضية الفلسطينية، وهذه الدول العربية المنحازة والمنزاحة نحو هذا التكتل العالمي الكوني ستكون منفذة لرغبات وإرادة الغرب، وبالتالي قرار القضية الفلسطينية، قرار إزاحة وتصفية القضية الفلسطينية عن الاهتمام الدولي أصبح قرارا كما قلت لك كونيا. بقي من يقاوم، من يستطيع المقاومة، من يستطيع المطاولة وأن يستمر في المواجهة. الجامعة العربية قبل ما ندخل الاستوديو كنت أتحدث مع الدكتور مصطفى في عام 78 أو 79 لما طبع مناحيم بيغن وياسر عرفات ومحمد أنور السادات وبرعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في منتجع داود قرب واشنطن، وأعلنوا اتفاقية السلام. في وقتها الجامعة العربية اجتمعت في بغداد وقررت نقل الجامعة العربية من مصر، وأبعدت مصر من الجامعة العربية ونقلت الجامعة مقرها إلى تونس، وعينت الشاذلي القليبي رئيس الجامعة العربية وأمينا عاما للجامعة العربية، وبقيت تلك إلى فترة إلى أن بدأت المصالحة تعود بين الدول العربية. الآن الدول العربية التي أبعدت مصر تطبع مع إسرائيل، ومصر التي أبعدت عام 78 أو 79 بدأت تتغير. الآن لو تتابعين الإعلام المصري والسياسة المصرية لا منحازة للكيان. لا 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 شوفي خلي أقول لك شيء، مو إحنا نتحدث إلى جمهور واسع حتى لا يعتبرنا إنه إحنا ما نعرف اللعبة وين رايحة. أنا أقول لك بعض الدول العربية بعض الدول العربية، الشعب المصري الآن لو حضرتك تتابعين، أنا يوميا أتابع القنوات المصرية، القنوات المصرية تتحدث عن إسرائيل وعن العدو الصهيوني وتنقل أخبار. صح مصر لديها مشكلة مع التنظيم الدولي لإخوان المسلمين باعتبار إنه حماس جزء من هذا التنظيم الدولي، ولديها مشكلة. لديها مشكلة، ولكن في إطار الرؤية العامة للقضية الفلسطينية مصر يخشون من تصفية القضية الفلسطينية. إذا كانت بعض دول الخليج لا تخشى من تصفية القضية، مش قدموا للقضية الفلسطينية. لا ما هو الموضوع التقديم، أنت شايف إعلامهم، لا أتحدث عن الكل، بس اليوم أكو شخصيات مصرية بارزة تضحك على القضية الفلسطينية، فرحانين على قتل الشهداء أكثر من أي لا لا عفوا أنا هنا أتحدث بما أعرف وبما أرى، ولا أتحدث عن موقف بعض الشخصيات. نعم. أتحدث لك عن طبيعة ما يجري في المنظومة العربية. إذا كانت إذا جئت إلى لباب الشعوب العربية عندما تذهبين إلى الدول المطبعة نفسها في الإمارات، في السعودية، الآن في البحرين، ستجين كثير من الناس ينحازون إلى القضية الفلسطينية ويتمنون أن يعبروا عن موقف كشعوب إنساني. نعم نعم دكتور، وبالتالي نعم. لا نستطيع عفوا دكتور فقط ملاحظة، لا نستطيع أن نقول أن الحكومات العربية ستصادر منظومة القيم ومواقف الشعوب. دكتور مصطفى، جامعة الدول العربية ترفض وساطة إيران مع فرنسا، طيب هم ليش ما قدموا وساطة لإيقاف الحرب في لبنان؟ سيدتي يعني شوفي، خلينا نجي الأشياء من أساسها. دولة العراقيين من الأخير على مدى التفاصيل، يعني ما ندخل بالتفاصيل. هذا اللي يسمى أو بعنوان جبهة المقاومة، يعني المقاومة عندنا في العراق، في حزب الله في سوريا، الحوثيين في اليمن، هذا يمثل نشاز في المنظومة العربية، نشاز فيراد نشاز له استثناء للقاعدة. هسه أنا أقول عنه نشاز، أنت تسميها استثناء زين، هذا نشاز زين. النشاز العربان كلش أذكياء، كلش العربان كلش أذكياء في قتال بعضهم البعض الآخر، كلش أذكياء دا أقول زين. فهذا النشاز يراد له أن لا يكون نشازا، لو تلعب لعبتنا، شايفه البهادل عندهم حكايه، البهادل عندهم حكايه، لو تلعب لعبتنا لو شيل عنا الشيل، لو تلعب لعبتنا لو شيل عنا الشيل، فانت مدة تلعب لعبتهم. يعني يحيى السنوار ما لعب، شنو هي لعبتهم؟ لعبتهم التطبيع، لعبتهم التطبيع والعلاقات والتبادل الدبلوماسي مع اسرائيل
والخضوع والخنوع وكل ما يقوله نتنياهو هو اللي يمشي في المنطقة. هذا هو الموضوع. بعد لا تحكي لي على أقصى، لا تحكي لي على قدس، لا تحكي لي على مقدسات عربية وإسلامية، لا تحكي لي على توقف الحد فلسطين. لو نشوف سوريا ماكو، لو نشوف العراق، لأن نتنياهو خلى خارطة. إذا صفينا القضية هسه الفلسطينية تنتهي مشاكلنا ويا الكيان الصهيوني؟ لا لا لا، يرجعون على سوريا، على العراق، على مصر، وما تنتهي هذه السالفة. إيه 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 شنو يعني؟ شوفي راح أقول لك فد شيء. ست الجيوش في هذه المنطقة، الجيوش الآن، أنا وظيفتي أنور الرأي العام. زين، أنا قررت أطلع بالإعلام من 2006 ولحد الآن، ما يعني ما عندي شيء، تنوير الرأي العام العراقي واللي يعني باوعنا. زين، الجيوش في هذه المنطقة صممت لقمع شعوبها. يعني هذا الجيش العربي المصري العرمرم اللي خافصين به القنوات المصرية، هسه غير كون هو والقضية الفلسطينية تمثل القضية العربية والعروبة مدرش من هذا الصداميات، ماكو البعثيات القومتشيات. زين، غير ومعبر رفح مو يمهم، معبر رفح وين؟ ترى هو على 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 يعني بين مصر وبين بين فلسطين، بين يعني. زين، ليش رفضت الوساطة الإيرانية مع فرنسا لوقف إطلاق النار بدقائق حتى أنت ما يردونها؟ يردون يباد حزب الله. العدش داح شيء خلاص، يباد حزب الله وتباد حماس ويباد الحوثيين. راح أقول لك شيء، إحنا بال 2003 منو تآمر على الشعب العراقي اللي خلصنا من صدام؟ مو تخلصنا من صدام؟ ايه؟ تآمرت علينا جامعة الدول العربية وما اعترفوا بينا كدولة، ما اعترفوا وقاموا يدزونا الإرهابيين. لحظة لحظة لحظة، الحوثيين حاليا، حوثيين اللي 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 انتهت الحرب اللي استمرت حوالي بالسبع سنوات، الجيش المصري كان مشترك بالحرب ضد الحوثيين. طبعا تدري مشترك. زين، والسعودية طبعا، زين الإمارات والخلاجة بالتأكيد، ومنو دز الشوايفة؟ فهم كلش أذكياء. أيه، يا هم العربان، العربان جدا أذكياء في قتال بعضهم البعض الآخر. زين، لأن هم أدوات بيد الأجنبي. سيدتي الله يحفظك، وبيد إسرائيل والأمريكي والبريطاني تحديدا. زين أستاذ هادي، جامعة الدول العربية رفضت وساطة إيران مع فرنسا لوقف إطلاق النار، ليش؟ أوكي، كانت هناك مبادرة من الرئيس مانويل ماكرون في مطلع العمليات العسكرية في الضاحية الجنوبية وقصف مناطق مهمة في الجنوب وفي بيروت، وكان ماكرون يدعو في حينه إلى استثمار الوقت والفرصة لانتخاب رئيس جديد للبنان، باعتبار أنه الرئاسة في لبنان معطلة حتى اللحظة، وأعتقد أنه كان يريد أن ينتهز فرصة اختلال التوازن في منظومة المواجهة والمقاومة وضعف لدى حزب الله. وبعض الدول العربية تماهت مع هذه الدعوة وأيضا وجهت هذه الدعوة، لأنه هنالك رأي لدى بعض الدول العربية برغبة بإبعاد إيران عن لبنان، وتحت مفهوم استعادة لبنان، واستعادة لبنان بوصفه دولة عربية، لأنهم يعتقدون أن لبنان هو مصادر من قبل حزب الله ومن قبل إيران. ولذلك أيضا دعت بعض الدول العربية لانتخاب رئيس جديد للبنان، لأنه حزب الله لن يكون عامل تأثير ولن يستطيع أن يمثل الثلث المعطل في البرلمان. بسؤال أخير وبأقل، نعم، وبأقل من دقيقة، الموقف العراقي السيد المندلاوي في بيروت، نعم، هل من الممكن أن يقدم موقف عراقي أو وساطة تحسب للعراق؟ عموما أنا أعتقد أن العراق لن يستطيع الخروج عن دائرة الجامعة العربية فيما لو خرجت بقرارات أو مواقف، وستكون تلك المواقف مساندة للشعب الفلسطيني ولمواطنين في غزة وفي بيروت، ولكن لن ترقى القرارات إلى مستوى إضعاف الموقف الغربي أو الإسرائيلي أو الصهيوني، لأنه في النهاية ما تريده أمريكا وما تريده إسرائيل هو الذي سيمضي. رح تستمر الحرب لو تتوقف قريبا؟ ستستمر الحرب، وإسرائيل ستضرب إيران قريبا جدا، وإسرائيل أكملت كل الاستعدادات لتوجيه ضربات صعبة وقاسية لإيران، وإيران لن تسكت، سترد أيضا. نعم، وأعتقد أنه من الأفضل لنا أن تندل حرب إقليمية لكي تنتهي الأمور، لأنه الآن هذه الطريقة هي عبارة عن إبادة جماعية يقوم بها شخص مخبول ومجنون ومتطرف. نعم، يهودي يعتمد خرافات التوراة والتلمود. ولذلك أنا أقول الانزياح نحو حرب إقليمية أفضل مما من البقاء على هذه الطريقة. شكراً، طريقة الإبادة. شكرا جزيلا رئيس رابطة المحللين السياسيين الأستاذ شكراً هادي جلو مرعي. شكراً جزيلا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية الدكتور مصطفى البهادلي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به.
نصل وإياكم إلى ختام حصادنا لهذا اليوم. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.